أسعد الله أوقاتكم وصباحكم مشاهدينا بكل خير، ومرحبا بالجميع معنا في عدد متجدد من برنامج بصراحة على الهواء مباشرة على قناة ميديا تيفي. التعلم الذاتي عبر وسائل الإعلام هو أحد المهارات الأساسية المهمة للتعلم الفعال المرجو في مجتمع يهدف إلى المعرفة المستدامة ومواكبة التقدم. هو ببساطة عملية يقوم بها المتعلمون لتعليم أنفسهم بأنفسهم مستخدمين طرقا معينة تناسبهم لتحقيق أهداف معينة، تعمل على تنمية الفكر وأيضا المدارك والشخصية. فكيف يمكن لوسائل الإعلام أن تفيد الأفراد في التعلم الذاتي، وأي نوع من هذه التعلمات يمكنها أن تقدم وسائل الإعلام للأفراد؟ للمزيد من الضوء مشاهدينا، يسعدني أن أستضيف معنا الأستاذ نجيب المختاري، مهندس وصانع محتويات تعليمية معنا من الرباط. مرحبا بك معنا أستاذ نجيب، وشكرا على تلبية الدعوة. مرحبا، شكرا جزيلا على الاستضافة. وأرحب من جديد بمستشار البرنامج الدكتور أحمد الدفري، أستاذ وخبير في الإعلام والتواصل. مرحبا دكتور دفري. اهلا وسهلا استاذه خديجه. مرحبا. طيب ابدا معكم استاذ مختاري، العديد من المشاهدين الان سيتساءلون عن التعلم الذاتي. لبسط هذا المفهوم يعني بشكل دقيق وبشكل مبسط بالنسبه للساده المشاهدين، ماذا نعني بهذا التعلم الذاتي؟ ما هي محدداته؟ ما هي ربما المواد الممكنه والمتاحه لهذا التدريس الذاتي او التعلم الذاتي؟ ناحية ديال ما هو التعلم الذاتي، خاص التمييز ما بين التعلم الذاتي في الإطار اللي هو تمدرس ولا في الإطار اللي هو مدرسي. أحيانا كنهضروا على الإي ليرنينغ ولا أحيانا كنهضروا حتى على الهوم سكولينغ، يعني الناس اللي كيختاروا أنهم يديروا الدراسة ديالهم كاملة من المنزل. فهادو أنواع ديال التعلم اللي هما عندهم طابع ديال التعلم المدرسي، ولكن كاين نوع اخر ديال التعلم هو التعلم في الاطار ديالو العام ديال الانسان اللي بغى يتعلم وينمي المهارات ديالو بمنأى على بموازاه اذا بغينا نقولوا مع النظام المدرسي. ف من ناحيه اخرى كذلك يجب التفريق ما بين باش كنقولوا وسائل الاعلام، يعني كاين وسائل الاعلام اللي هي المعتمده على البث، وسائل الاعلام التقليديه بحال هذا اللي كنديروا دابا، الناس كيكون كيتفرجوا فينا، ولكن واحد كاين واحد النوع ديال البث من الوسيله ديال الاعلام اللي حنا فيها دابا نحو المتلقي، دونك هذا النوع ديال وسائل الاعلام اللي هو تقليدي. وكذلك النوع الثاني هو هاد الثوره اللي حاصله دابا في العالم ديال الثوره ديال الانترنت ولا الثوره ديال المعلومات، اللي هي كتعطي واحد النمط اخر تماما لتبادل المعلومه، اللي هو نمط اللي مرتكز اكثر على المتلقي. المتلقي هو براسو كيمشي كيقلب على المعلومه اللي بغا فوق ما بغا، يقدر يزيد يتعمق في شي معلومه اذا بغا. وهذا النمط ديال الجديد اللي مكناته ولا سهلاته الثوره ديال الانترنت هو عنده يعني واحد الطبيعه اللي هي مختلفه تماما على النمط ديال اللي يقدروا يوفروه الوسائل الاعلام التقليديه المعتمده على البث. علاش؟ حيتاش وحنا دابا في واحد العصر اللي هو يمكن الانسان يعني بحال اللي قلت انه يقلب على المعلومه فوق ما بغى، ويمكن كذلك انه هذيك المحتوى اللي كيتفرج فيهم اللي تفرجت في الانترنت يمكن لك تعاود تشوف الفيديو مرات ومرات عديده، الا ما فهمتي شي حاجه يمكن لك ترجع للقطات معينه اللي فلتات لك، يمكن ما كنتيش مركز في اثناء الاستماع ولا المشاهده ترجع تشوف اللقطه اللي تلفتي الى اخره. دونك هاد الوسائل هادو جديده كيمكنوا يعني من احداث ثوره ولا على الاقل هي فرصه اوبورتونيتي يعني لاحداث يعني تقدم واسع في المجال ديال التعلم بالشقين ديالو سواء التعليمي ولا التعلم بصفه عامه. طيب تحول لي الدكتور دفري، ربما كيف يمكن لوسائل الإعلام أن تفيد الأفراد في هذا الموضوع في هذا المجال المتمثل في التعلم الذاتي؟ كيف يمكنها ذلك؟ نعم أستاذة خديجة، يمكن وسائل الإعلام أن تفيد جميع الراغبين على تعليم أو بطريقة ذاتية،
وسواء تعلق الامر بالتعلم الذاتي كمنهجيه اللي كتدخل في الاطار ديال التعليم الرسمي داخل المؤسسه التعليميه الدراسيه، لان كاين هناك منهجيات اللي كتعتمد على دفع التلاميذ باش انهم يقوموا بتقويات مجموعه ديال التعلمات ديالهم بطريقه ذاتيه. وهذه المنهجيه هذه هي كتدرس وعندها تقنياتها وعندها الاسس ديالها داخل المؤسسه التعليميه. وكذلك يمكن نتكلموا على التعلم الذاتي اللي هي مربوطه بما نسميه نحن بالعصاميه. حيث كاينه بالفرنسيه جوج ديال التعابير، كاين لوتو ابرونتيساج وكاين شي واحد اللي كنسموه اوتو ديداكت اللي هو عصامي. عصامي يعني انه غير مرتبط بمؤسسه تعليميه، يعتمد على نفسه ببساطه، يعتمد على نفسه. نعم، ولكن راه كاين اللي هو تلميذ او طالب كينتمي لمؤسسه تعليميه وكي يقوم بممارسه واحد التقنيه ديال التعلم الذاتي اللي هي كمنهجيه موجوده في التعليم. وسائل الاعلام كيمكن لها انها تساهم في بناء ديال التعلمات بالضبط من خلال واحد ثلاثه ديال الامور اللي كيخصها بعدا تكون مرتبطه بهذاك المتعلم. خصو اولا يكون كيعرف ويقبل وعنده الرغبه وباغي يعرف اشنو هي الامور اللي باغي يتعلمها بالضبط، فاش من المجال، واش باغي يتعلم امور اللي هي عندها علاقه مع شي مهنه معينه باش يمارسها، او انه باغي يتعلم من اجل المتعه، او انه باغي يبحث بدافع الفضول الى غير ذلك. اذا هنا وسائل الاعلام كيمكن لها دائما تكون واحد المجال للحصول على المعارف والمدارك حسب التخصصات حسب المجالات، سواء كانت وسائل الاعلام تقليديه جرائد مجلات صحف او اذاعه او تلفزيون، او كذلك وسائل اعلام جديده رقميه. تمام. في اطار المحتويات الموجوده في اليوتيوب في حتى في شبكات التواصل. طيب دكتور دفري، دكتور دفري عفوا، ما نوع هذه التعلمات التي يمكن ان تقدمها وسائل الاعلام للافراد؟ ما طبيعتها حتى نبسط اكثر بالنسبه للساده المشاهدين؟ شنو هي هذه المواد اللي يمكن اننا نعطيوها للافراد؟ انا قلت بان الاعلام فهو ما معمولش اساسا في الاطار الاستراتيجيه ديالو، معمول على اساس انه باش يقوم فقط بالمهمه ديال التعليم، لانه الوظيفه ديالو اولا الاخبار، التربيه والتثقيف كذلك والترفيه. اذا الاعلام ملي كيمارس هذه الوظيفه كيبقى الامر مرتبط بمن؟ بهذاك اللي باغي يتعلم، هو اللي يبحث على طبيعه التعلمات اللي باغي يتعلم. نعطيك مثال، كاين الجانب ديال ما هو مهني وكاين جانب مثلا ديال اللغات. مثلا الجانب ديال ما هو مهني كيمكن له انه باغي يكون طباخ ويشتغل في واحد المطعم، ولكن هاد المساله ديال الطبخ الان ولات في اطار المطعمه وفي الفرقه كتبغي واحد الشواهد. نعم. شهادات ديال التكوين المهني، ما غيمكنش يتقبل سوق العمل الا غير الا كانت عنده هاد الشهادات، ولكن هو باغي المشروع ديالو في هذا المجال، اذا خصو يتعلم. اذا ممكن يتعلم الطبخ من خلال، واخا ما كانش يعرف، من خلال وسائل الاعلام، لان كاين مجموعه ديال القنوات اللي هي متخصصه في مجال الطبخ. مثلا في مجال الميكانيك نفس الشيء، ديال الكهرباء نفس الشيء، اللغات انا ما كنتش كنفهم اللغه مثلا الانجليزيه، عندي رغبه باش نتعلمها، راه كاين واحد مجموعه القنوات ديال التعلم ديال اللغه الانجليزيه اللي متوفره كمحتوى في اليوتيوب. اذا خص فقط انا اللي وهذا دكتور دفري، هذا سيجعلني انني اتوجه بالسؤال للاستاذ نجيب المختاري، كيف يتم تدريب الافراد على كيفيه الاعتماد على انفسهم فيما يتعلق بعمليه تحصيل المعرفه والعلم، كيف يتم تدريبهم؟ هذا سؤال مهم جدا، خاصه في السياق اللي احنا فيه دابا. نعم. حيتاش هذه الوسائل ديال التواصل الجديده ووسائل ديال الاعلام ذات الطابع الرقمي الجديده لانترنت جوجل يوتيوب الى اخره، هي الاهميه ديال الانديبوندونس ولا الاستقلاليه ديال الذات، هي اهم يعني ما عمرنا كنا في حاجه اليها اكثر من هذا العصر اللي احنا فيه دابا. علاش؟ حيتاش كاين واحد
الثوره ديال المعلومات كتوفر واحد الكم هائل ديال البيانات اللي هي يعني في اي حاجه بغيتي تتعلمها في العالم خطرت لك على بالك يمكن لك تعلمها، ولكن في نفس الوقت كتحتاج لواحد العديد من المهارات ديال النقد باش تقدر انك تميز ما هو المحتوى اصلا ما تعرفش شنو بغيتي تتعلم على قال الاستاذ، وكذلك باش تميز ما بين المحتويات اللي هي مزيانه واللي ماشي مزيانه. هذه القضيه هذه لا يمكن ان يوفرها الا نظام تربوي وتعليمي جيد، فهذا امر اساسي انه ممكن ضروري خاص التاثير ديال المواطنين ديال اليوم المواطنين ديال المستقبل باش ينميو هذه المهارات هذو، وهذه المهارات هذو كيتنموا عن طريق يعني واحد النظام اللي هو تعليمي، اننا نعلموا المواطنين من السن اللي هو صغير كيفاش ينميو هذه الملكات ديال الفكر النقدي باش يميزوا ما بين الامور الصالحه والامور اللي ماشي صالحه. تمام. نعم يعني الدور ديال المدرسه هو دور مهم جدا. هل الطرق والاليات متاحه لكل الفئات العمريه استاذ مختاري؟ طبعا على حسب الوسائل، مثلا حتى الفئه العمريه الكبيره بفضل التطورات اللي طراو مثلا الجهاز ديال السمارت فون هو قابل انه واخا الشخص اللي هو ما عمره اصلا ما كيعرفش يقرا ويكتب يقدر يستعملوا واحد النوع ديال الاستعمال الاساسي، خاص فقط تكون الرغبه وتكون واحد العزيمه، ولكن طبعا اللي كنشاهدوه بكل تاكيد هو انه الفئه العمريه الصغيره هي اللي كتكون اكثر يعني ملائمه للاستعمال ديال هذه الوسائل حيت كبروا فيها، يعني حلوا عينهم، يعني الجيل الجديد حل عينه هو كيعرف غير السمارت فون ولا التابلت الى اخره. طيب دكتور الدافري، متى تتحقق فعليا اغراض هذا التعلم الذاتي عبر وسائل الاعلام على اختلافها وبطبيعه الحال التقنيات الحديثه؟ يعني ما دمنا نتحدث عن التعلم الذاتي عن طريق التقنيات الحديثه. استاذه خديجه، راه كاينه صعوبات في هذه المساله ديال التعلم الذاتي. فالصعوبه الاولى هي انه بالرغم من انها تكون كاينه الرغبه ومحاوله البحث على المحتوى الجيد، راه ضروري خص يكون واحد التاطير، لان هذاك المتعلم بالضروري خص يكون مرتبط مع واحد الشبكه ديال العلاقات خارجيه في المحيط ديالو اللي يتبادل معها الاراء المعلومات، ويحاول باش يطبق ديك التعلمات ديالو ويشوف هل هي متلائمه مع هذاك الشيء اللي باغي يتوصل له، لان ربما تكون تعلمات خاطئه، لانه خص التوجيه للمجال يكون واحد التوجيه اللي هو سليم، لانه حسب المنهجيه وكذلك حسب الاغراض، واكثر من ذلك راه كيمكن اننا نتعلموا اشياء بطريقه خاطئه في مجال النظري. يمكن خصنا ضروري تكون عندنا واحد النظام اللي كيأثر لنا هذا التعليم الذاتي. راه كيمكن مثلا شخص ما غادي يمشي يتعلم على انه يدير واحد مجموعه ديال، كنت تكلمت لك على التعلم ديال الطبخ مثلا، راه كيمكن نمشي لواحد المحتوى اللي فيه تعلم ديال الطبخ، ولكن إذا ما كانش مرتبط بأن هذه الوصفات خاصها تكون عندها ارتباط مع نظام غذائي جيد وغادي تكون فيها واحد المجموعة ديال الأمور اللي هي غير صالحة على البعيد أو المتوسط للجسم، غادي تكون تعلمنا نطبخه ولكن النتائج ديال هذا الشيء تعلمناه أنه ما غيكونش جيد وماشي في المستوى او مضر للجسم. تمام. لان حتى هذاك الشيء اللي تعلمت له خص تكون عنده انعكاسات ديالو وامتدادات ديالو على مستوى نلائموه مع الحاجيات ديال الناس والحاجيات ديال المحيط والحاجيات ديال شنو هو باغي. نقدر نتعلم ولكن هذا التعلم ديالي عن طريق وسائل الاعلام خصو يكون مضبوط، خص يكون المحتوى علمي ويكون داخل في اطار واحد التعامل عقلاني مع هذا المحتوى، بمعنى ان التعلم الذاتي راه ماشي شي حاجه اللي هي بسيطه طفل راه ما. ولكن دكتور دفري هل من اكراهات ربما يمكن ان تحول دون يعني ان نحقق هذا الهدف؟ هنا اعني اكراهات تقنيه تلقينيه معرفيه، ربما هذا ساطرحه على الاستاذ نجيب المختاري. نعم. نعم الوغ الاكراهات مثلا اللي بغينا نهضروا في السياق ديال التعليم ولا التمدرس عن طريق الانترنت، شفنا في هذه المرحله اللي دازت ديال الحجر الصحي الشامل اللي كان في يعني ما بين مارس حتى نهايه السنه الدراسيه اللي دازت، كان واحد التقرير خرجته المندوبيه الساميه للتخطيط
وبينوا باللي 50% ديال التلاميذ في المغرب ما استطاعوش يلتحقوا بالتعلم عن بعد لاسباب، يعني من بين اكبر الاسباب هو عدم التوفر على الاجهزه الملائمه وعلى الكونيكسيون انترنت الملائمه ماشي باش يقوموا بهذا الالتحاق. يعني الى هضرنا في هذا السياق هذا ديال التمدرس فيعني كاين اشكاليه، هذا كاكراه هذا كاكراه يعني الوصول اصلا الولوج لهذا الانترنت باش نديروا هذه القضيه. قضيه اخرى اللي يجب الاشاره والتركيز عليها هي انه هذا التعلم الذاتي على الانترنت هو غير، يعني ماشي هو الحل الباكيت ماجيك ولا هو العصا السحريه اللي غادي تحل القضيه ديال التعليم، بالعكس هو يعني هو جزء مهم جدا. نعم. من المنظومه اللي يقدر يوفر لنا ادوات مهمه جدا، ولكن العمليه ديال التعلم هي عمليه كترتكز بزاف على لا سوسياليزاسيون، على يعني الاخذ والرد ما بين التلميذ وما بين الاستاذ ديالو، على الاستاذ اللي كيمشي يقلب على لي لاكون ثغرات عند التلاميذ الى اخره، هذه الامور الاساسيه. طيب دكتور دافري، كاستشراف للمستقبل وهذا يهمنا بالدرجه الاولى، نحن نعيش ظروف التباعد الجسدي في هذه الظرفيه الحاسمه والدقيقه، كيف ترى مستقبل هذا التعلم الذاتي يعني مستقبلا في المقبل من الايام، كيف سيخدم الافراد او سيخدم البشريه عموما؟ بالتاكيد انه نحن في حاجه الان الى ان نقوم بنشر الثقافه التكنولوجيه. هناك وسائل الاعلام الجديده اللي يمكن تساهم بشكل كبير في نشر المعارف، في نشر الافكار، في تغيير كذلك من طبائع ديال الاشخاص ومن سلوكياتهم التربيه ديالهم، ولكن هذا راهين ب واحد التعميم ديال الثقافه ديال التكنولوجيا وتكون في المتناول ديال الجميع، وكذلك بنهج واحد الاسلوب علمي في التعامل مع هذا المجال من خلال المحتويات، لان يجب الانتباه على انه هناك محتويات اللي هي كتدخل في اطار تعلمات، اشخاص كيتعلموا مجموعه ديال الاشياء من خلال هاد وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال محتويات ديال اليوتيوب، من خلال ديلي موشن، ولكن التعلمات راه احيانا غير منهجه وغير سليمه وكتكون خاطئه. اذا شنو كيخص؟ كيخص واحد الرقابه، كيخص التدخل ديال الاسره، كيخص تكون هناك كذلك في المنظومه التعليميه يكون دروس مخصصه لما يسمى بالتربيه على وسائل الاعلام، لان هذه التربيه على وسائل الاعلام خصها تكون كماده عندها اساتذه متخصصين. مازال ربما باقي عندنا فرصه في السنوات المقبله باش نفكروا في الطريقه ديال كيفيه خلق واحد مجموعه مقررات دراسيه ومناهج من اجل ادراج هذه الماده ديال التربيه على وسائل الاعلام داخل المقررات الدراسيه. استاذ خديجه. طيب استاذ نجيب المختاري، بعجاله في دقيقه لو سمحت، كاستشراف للمستقبل، كيف ترى ان هذا التعلم الذاتي سيخدم افراد المجتمعات؟ شوفي استاذ، احنا يعني فوا بريسي اننا في لحظه ديال التحول التاريخي في العالم كامل، ماشي غير في المغرب ولكن في العالم كامل، وهذه فرصه كبيره للبلد ديالنا الحبيب المغرب انه يلتحق بهذه الثوره هذه، لان هذه الوسائل الجديده ديال التعلم كتفتح لك مجال اللي هو خيالي. يعني بحال تخيل في العصور الوسطى تكون قادر انك تفرج في ابن سينا، في الطبيب ديال العالم كامل، اكبر او لا اشهر طبيب في العالم كامل، تفرج فيه مباشره كيهضر مباشره قدامك بلا ما تضطر انك تسافر عشرات السنين باش تشوفه، واكثر من ذلك انك تتواصل معاه وكاع تشونجي معاه حوار في تويتر مثلا. فهذه يعني تحول تاريخي. كنعاود نركز كنقطه اخيره مره اخرى على الاهميه ديال بناء عقل اللي هو عقل مستقل وقادر على انه يكون يعني القدره على التعلم الذاتي. هذه القدره على التعلم الذاتي ماشي شي حاجه اللي كتجي دوني، خاص التدريب ديال الاشخاص. جيد. بالاضافه للمواد بحال اللي قال الاستاذ اننا تكون عندنا مواد ديال الثقافه الرقميه، خاصنا المنظومه التعليميه كامله تكون مبنيه حول هذه القضيه ديال بناء عقل مستقل اللي هو قادر يتعلم بشكل
بشكل اوتونوم بشكل مستقل. حديثنا سيستمر ليس الان لكن بعد فاصل قصير عبر اثير اذاعه ميديا. شكرا جزيلا للاستاذ نجيب المختاري مهندس وصانع محتويات تعليميه، شكرا كنت معنا من الرباط، وسنكمل الحديث على الهواء مباشره عبر الاثير. شكرا جزيلا لمستشار البرنامج الدكتور احمد الدفري الاستاذ وخبير في الاعلام والتواصل، شكرا جزيلا لكم مشاهدينا على طيب المتابعه. نلتقي لحظات قليلة عبر أثير إذاعة ميديا في تتمة هذا الحوار، هنا سنلتقي غدا في نفس الموعد مع كامل محبتي.